مرحبا بكم من جديد. إذا في هذا الفيديو سنجيب على تمرين لمجموع متجهتين لما نفس الأصل أو مجموع شعاعين لهما نفس المبدأ. إذا الفيديو رقم 7. إذا تمرين أ بي سي دي متوازي أو أضلاع هنا شكل تقريبي لأن لمستعمل الأدوات الهندسية. إذا يبين أن المتجه أو الشعاع أ سي زائد شعاع بي دي تساوي 2 شعاع بي سي. بالنسبة لك تعمل مصطلحات المتجهات، المتجه أ سي زائد المتجه بي دي كتساوي، إذن بمعنى لدي بيّنس عن طريق من الطرف الأول تعبير هذا الطرف الأول لكي أصل تعبير الطرف الثاني أو العكس، لأن من الأفضل سأبدأ في هذا التعبير. سوف تلاحظ أن لدي أسي شعاع أسي ومتجه أسي متجه بي دي أو شعاع بي دي. سوف تلاحظ أسي متجه أسي، إذا سوف تطبق عليها مجموعة متجهات لما نفس الأصل، الأصل هو أ، هي متجه أسي أو شعاع أسي فهي المتجه أ بي. إذا لدينا هذا رابع متوازي الأضلاع، لدينا A B C D في هذه الحالة متوازي أضلاع حسب المعطيات متوازي أضلاع. إذن الشعاع أو المتجهة A C سأقوم بكتابتها على شكل مجموعة متجهتين لهما نفس الأصل. إذن المتجهة A C هي المتجهة A B زائد شعاع A D، ونفس الشيء المتجهة B D سأنطلق من B. إذن بي دي سأكتب على شكل مجموع شعاعين يعني بي سي لهما نفس المبدأ أو مجموع متجهتين لهما نفس المبدأ اللي هو بي. إذن بي سي زائد بي أ متجهة بي أ. الآن سأعوض في هذه العلاقة، إذن سيصبح المتجهة أ سي زائد المتجهة بي دي أو هذا الشعاع مجموع الشعاعين، سأعوض الشعاع أ سي بهذا المجموع وسأعوض الشعاع بي دي بهذا المجموع اللي يساوي، هنا لن احتاج لكتابة الأقواس لأن عندي عملية الجمع، لأن هذا المجموع زائد هذا المجموع. إذن المتجهة AB زائد الشعاع AD زائد المتجهة BC يعني BC زائد الشعاع BA. إذن أنا سأعمل كلمتي الشعاع والمتجهة لكي يكون الفيديو موجه للجميع. الآن سأقوم بالتبسيط، إذن سأغير أماكن الحدود، عندي هنا BA AB سأغير أماكن الحدود. إذا متجهة AB زائد متجهة BA، بإمكانك أن تبسط. سوف تلاحظ أن هاتين المتجهتان متقابلتان أو شعاعين متعاكسين عند مجموعة ما يعطيني المتجهة المعدومة أو المنعدمة زائد المتجهة AD زائد الشعاع BC. هنا بتطبيق علاقة شارل أو بإمكانك متقابلين سيعطيني بشكل مباشر الشعاع المعدومة أو المتجهة المنعدمة، ولا سيعطيك المتجهة أ أو شعاع أ. إذن الآن المتجهة AD زائد BC، إذن بما أنني أريد BC، إذا سوف تلاحظ أن المتجهة BC أو شعاع BC راه يساوي شعاع BC يساوي الشعاع AD راه يساوي شعاع BC. إذن هذا سأقوم بكتابه على شكل BC زائد متجهة BC المتجهة المنعدمة زائد هنا واحد هنا واحد واحد زائد واحد زائد اثنان اثنان بي سي تساوي، إذا المتجهة المنعدمة زائد هذا هذا المتجهة أو هذا الشعاع يعطي مباشرة اثنان في الشعاع بي سي أو اثنان في المتجهة بي سي. الآن السؤال الثاني تكون أو منتصف الضلع أو القطعة بي سي وأش منتصف القطعة دي سي، يبين هذا المجموع يساوي ذلك التعبير. إذا سأنطلق من هذا التعبير، إذا دائما بنفس الطريقة، إذا شعاع AE أو المتجهة AE سأطبق علاقة شارل، لأن AE أنا أريد C، لذلك هذه سأدخل نقطة C هنا، إذا ستصبح مجموع شعاعين ومجموع متجهتين على الأصل، أولا تنطلق من A، الأخرى الأخيرة تنتهي بـ E، ثم سأدخل النقطة التي أريد، بما أنني أريد هنا سي سأدخل هنا نقطة سي نقطة سي، إذا علاقة شارل المجموع هذه المتجهة قمت بكتابة شكل مجموع متجهتين بشكل علاقة شارل. الآن يساوي شعاع السي أو المتجهة السي زائد المتجهة سي أ المسافة المتجهة أو الشعاع سي أ هذه راح تساوي نصف المتجهة سي بي لأن أ منتصف، لأن واحد على اثنان سي بي شعاع سي بي. نفس الطريقة شعاع اش سأقوم بكتابته على شكل مجموع شعاعين أو مجموع متجهتين باستعمال علاقة
شاب هنا تبتدي بأ وهنا أش، هو النقطة الأخيرة إذا الثانية ستنتهي بأش. أنا سأدخل النقطة التي أريد، دائما أريد سي، إذا سأدخل نقطة سي لمستعمل علاقة شال. إذا سوف تلاحظ أن أش منتصف الضلع أو القطعة دي سي، إذا المتجهة الشعاع سي أش لا يساوي نصف، إذا كتساوي المتجهة أ سي أو الشعاع إذا سي أش تساوي واحد على اثنان سي سي دي أو الشعاع سي دي. الآن سأقوم بالتعويض بالجمع، إذا فيكتور أ أ زائد فيكتور أ أش تساوي، إذا سأعوض فيكتور أش بهذا المجموع يعني الفيكتور أسي، إذا هنا لا تحتاج للأقواس لأن عندك عملية جمع، الفيكتور أسي زائد واحد على اثنان فيكتور سي بي الشعاع سي بي أو المتجه سي بي زائد أ أش، سأقوم بتعويض بهذا المجموع لأن اللي هو أ فيكتور أسي زائد الفيكتور واحد على جوج الفيكتور سي دي يساوي. ستلاحظ أن عندي هنا الفيكتور أسي، الفيكتور أسي سأغير أماكن الحدود، إذا الفيكتور أسي أو الشعاع أسي أو الفيكتور المتجه أسي زائد متجهة أسي غيرت أماكن الحدود زائد واحد على اثنان سي بي زائد واحد على اثنان فيكتور سي دي. إذا هنا راه واحد، هنا واحد، واحد زائد واحد هي اثنان، إذا يساوي اثنان أ سي زائد سأقوم بالتعميل العامل المشترك للفاكتور كما هنا واحد على جوج، واحد على اثنان، إذا واحد على اثنان فاكتور هنا فيكتور سي بي ولا الشعاع سي بي ولا المتجه سي بي زائد متجهة ولا الشعاع سي دي ولا الفيكتور سي دي. الآن غنجي إلى الشكل، إذا عندي هنا سي بي زائد سي دي، هاد الفيكتور زائد هاد الفيكتور تعطيني هاد الفيكتور ديال القطر اللي هي لأن الرباعي باراليلوغرام متوازي الأضلاع، إذا يساوي اثنان أ سي زائد واحد على اثنان انطلاقا من سي، إذا سي أ. أنا أريد فيكتور أسي، إذا لذلك سأستعمل مقابل هاد، إذا يساوي اثنان أ سي، إذا لوبوزي أو المعاكس ديال هاد المتجهة، إذا هنا زائد سيصبح ناقص واحد على اثنان، ثم النقطة التي انطلقنا منها أو المبدأ سأجعله هو النهاية، والنهاية سأجعله هو المبدأ، ولا الطرف الأصل سيصبح طرف، الطرف سيصبح تعطيني أ سي. إذن الآن سأقوم بالحساب، إذا سأوحد المقامات هنا راه اثنان على واحد سيساوي، إذا سنوحد المقام هنا يعني أربعة على اثنان، ضربته هنا في اثنان، ضربته هنا في اثنان، الشعاع ولا الفيكتور أ سي ناقص واحد على اثنان الفيكتور ولا الشعاع أ سي، إذن هو نفس المقام، إذا سنحتفظ بنفس المقام اللي هو اثنان، لأن حدين متشابهين يحتويان على أ سي. الآن سأطرح أربعة ناقص واحد هي ثلاثة، وهي النتيجة المطلوبة. إذا شكرا لكم على المشاهدة.